أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحوار الخاص الذي نجريه في واشنطن مع رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الله الثني على هامش القمة الأمريكية الأفريقية. نناقش في هذا الحوار شؤونا ليبيا وما جرى من مفاوضات ومحادثات في واشنطن. أهلا بك سيد رئيس أهلا الوزراء وسهلا بك في عبر قناة إذاعتك. تفضل. الحرة. ربما السؤال الأكبر الآن لدى الليبيين الذين ينتظرون جوابا من حضرتكم عليه هو: ماذا فعلتم في واشنطن؟ ماذا تحدثتم مع المسؤولين الأمريكيين على هامش هذه القمة؟ أهلا وسهلا بك في قناة الحرة، القناة المتميزة اللي كان لها دور فاعل في ثورة 17 فبراير في تغطية الأحداث بشكل، وأنا أتشرف بأن نجري هذا اللقاء مع هذه القناة المتميزة. ما حدث، احنا وجودنا في القمة كان لسبب رئيسي، هو لطرح القضية الليبية بكل جدية. احنا الآن في ليبيا أصبحنا في مفترق طرق، يعني مفترق الطريق، وليبيا أصبح وضعها حرج جدا، والقتال أصبح في مدينة طرابلس قتال قارب الآن حوالي شهر. الحياة معطلة بشكل كبير جدا في مدينة طرابلس، المطار شبه دمر، الطائرات، الأحياء السكنية، نقص الوقود، نقص في الغاز، نقص في بعض الأدوية. الصراع الحقيقة صراع سياسي يسعى لتحقيق، ما هوش الهدف الأساسي، ليس قضية المطار. المطار قد يكون هو حجة إذا كان هناك معاملة بمعيار واحد، وأن المطارات الليبية إذا كان مطار طرابلس ما هوش تحت سيطرة الدولة، كذلك مطار معيتيقا ليس تحت سيطرة الدولة. فعلى إذا كان هناك نية هي الدولة اللي تصدر تعليمات بإخراج جميع هذه الميليشيات والتشكيلات من جميع المطارات وتسليمها إلى الدولة الليبية، لكن ما حدث هو أن توجه إيديولوجي محدد، غطاء سياسي مبرمج يسوق لغاية معينة، ولإدخال البلاد في هذه الفتنة، ولتفشيل البرلمان، والحمد لله البرلمان عقد نتيجة لأن التيار السياسي خسر الجل الأكبر من الأعضاء في هذا البرلمان، وليس له تمثيل قوي، وبالتالي صوته حيكون ضعيف، وفرصته في تحقيق غايته حتكون ضعيفة جدا، وبالتالي لجأ إلى هذا الأسلوب. تتحدث، يعني سأعود إلى موضوع السؤال الأساسي عن محادثاتك مع المسؤولين الأمريكيين. تتحدث هنا عن تيار الإسلام السياسي، عن جماعة الإخوان المسلمين، عن من تتحدث؟ ومن وراهم بكل ما التيار الإسلامي المتطرف اللي وضع البلاد في هذه الزاوية، واللي يسوق لأغراض سياسية تحت غطاء ديني، والدين منها برع. لكن هناك ممثلون لهذا التيار في البرلمان، طبعا خاضوا الانتخابات مستقلين، ولكن امتنع عدد منهم عن الذهاب إلى طبرق. لا يشكلون شيء، ترون أنهم لا يمثلون. لا، البرلمان الحالي التيار السياسي الديني لا يشكل ثقل في هذا البرلمان. كيف ستتعاملون معهم؟ يعني عدم ذهابهم إلى طبروك إلى جلسة البرلمان عده البعض أنه ربما يؤشر إلى اعتزامهم انتهاج أسلوب آخر، وخصوصا أنهم وصفوا ما حدث بأنه انقلاب. لا يشكلون قوة، عدد الأعضاء اللي حضروا في المؤتمر في الجلسة الأولى للبرلمان حوالي 165 عضو من 184 عضو، فاللي تغيب عن نفسه، القرارات تصدر بالأغلبية، والقرارات اللي تصدر حتكون مطبقة على الشعب الليبي، واللي ما حضرش بيكون هو ضيع فرصته في إدلاء بصوته. لكن هذا التيار يعني لديه سلاح ويخوض معارك، وحتى محسوبين عليه أو داعمين له يخوضون معارك ضد الدولة الليبية. أنتم تتعاملون الآن مع جماعة الإخوان المسلمين أو التيار الذي يمثلها على أنهم أعداء العملية السياسية؟ هم ما هوش أعداء العملية السياسية، ما فيش حد طلب منهم أن يكونوا أعداء. الدولة تبنى بمشاركة بالجميع، سواء كانوا إخوان مسلمين أو تيارات متطرفة أو المستقلين، يجب أن يجلسوا جميعا، والدولة تسير بعقلية جماعية وليس بعقلية الفرد الواحد. إذا كنا نريد أن تسير الدولة بعقلية الفرد واحد لبقى الشعب الليبي تحت نظام القذافي. ما الفرق بين الآن ما يسوق من قبل هذه الجماعات وما كان يدار به أسلوب الحكم في ليبيا؟ يعني فرض الرأي بالقوة هذا لا يجوز. النظام الديمقراطي يقتضي بأن
ما يطبق هو صوت الغالبية. نعم. طيب ترى أن هذا التيار الآن يسير بليبيا إلى أين؟ إلى أن تتحول إمارة إسلامية مثلا؟ إلى أن تكون نموذجا عن ما تقدمه داعش في مناطق في العراق وسوريا؟ يسير بليبيا إلى دولة فاشلة، دولة ليست لها قدرات، ستنقسم ليبيا إذا استمر هذا التيار في تعنثه وعدم إدراكه لخطورة الموقف. حتنقسم ليبيا وحتتولى إلى إمارات صغيرة وليس لها أي قيمة ولا معنى. الوضع الذي وصفته في جوابك الأول سيد رئيس الوزراء يشير إلى أن ليبيا عمليا وكأنها الآن دولة فاشلة أو تسير في هذا الاتجاه. هل طلبتم من الأمريكيين تدخلا عاجلا من أي نوع؟ وما طبيعة الدعم الذي تريدونه لمواجهة هذا الاحتمال؟ أكون صريح معك، الدول العظمى لا تريد أن تتدخل بقوات عسكرية في أي شأن من شؤون. أنت عارف ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، ما يحدث في معظم دول العالم. فالعالم أدرك أن تدخل بالشكل بالسلاح بالقوة وإنزال وحدات عسكرية لا يمكن أن يحدث في هذا الوقت، ولكن احنا ما طلبناه هو الانخراط في الشأن الليبي. بما أن المجتمع الدولي تحرك بقوة في ثورة 17 فبراير وساهم مساهمة فاعلة في إسقاط النظام، عليه أن يستكمل هذه المسيرة في بناء مؤسسات الدولة الليبية، دعم قدرات الدولة الليبية، تأهيل كوادر، تدريب، تسليح، انخراط في الشأن الليبي بما تعنيه الكلمة، بالمشاركة بالخبراء، بالمستشارين، حتى تستطيع الدولة أن تقف على أقدامها. ولم نطلب تدخل عسكري بالمفهوم التقليدي لدى الجميع. حضرتك الآن رئيس وزراء ليبيا، على ماذا تسيطر؟ بماذا تعني؟ ما القدرة التي لديك الآن في مواجهة هذه التيارات المسلحة؟ قدراتنا العسكرية محدودة جدا، سواء كانت من الجيش أو الشرطة. أيضا المشكلة اللي يعاني منها الشعب الجيش الليبي أو الشرطة، كل الأفراد اللي تصدر لهم الأوامر بالتصدي لهذه المجموعات يرفضون بحجة أن ليبي لا يجوز أن يقاتل ليبي آخر. ولكن هذا عمليا هو ما يدمر الدولة الليبية الآن. هذا هو اللي يشجع الآخرين بحجة أنهم ثوار، بحجة أنهم يمتلكون السلاح، يعبثون بمقدرات الدولة كما يشاءون. الميليشيات الليبية الآن أقوى منكم؟ الميليشيات بكل تأكيد، لأنها اغتنمت أسلحة النظام بالكامل واستقوت ودعمت من بعض الدول اللي لها أجندات سياسية لا تخدم المصالح الليبية، تدعم بكل قوة بالمال وبالسلاح وبالتدريب بهذه المجموعات. إذا نحن أمام واقع أن هذه الميليشيات هي أقوى منكم ولها دعم بالمال والسلاح، وأنتم تريدون من الخارج الانخراط وليس التدخل العسكري، أيضا لدعم منكم بمستشارين وتسليح وما إلى ذلك. صحيح. هل ينفع مثل هذا النوع من الانخراط في مواجهة ذاك النوع من الدعم؟ إذا تم الضغط على الدول التي تدعم هذه الميليشيات بالابتعاد عن عدم التدخل في الشأن الليبي والكف عن تزويدهم بالسلاح والمعدات، ينقطع المدد. هناك حتصبح هذه الميليشيات ضعيفة، لأن مهما كانت لديها من قوة تحتاج إلى دعم مستمر. إذا انقطع عنها الدعم حتصبح ميليشيات ضعيفة، وإذا استقوت أجهزة الدولة تستطيع الدولة في ذلك الوقت فرض الهيمنة على هذه الميليشيات. والبرلمان الجديد انعقد، وأول مؤشرات أن طلب البرلمان حل هذه الميليشيات. قبل أن نبدأ هذا الحوار طرحنا على فيسبوك سؤالا يرغب الليبيون في طرحه على حضرتك. عدد من المشاركين قالوا نتمنى على سيد رئيس الوزراء أن يقول كل ما لديه قبل أن يغادر الحكومة. وقد حدثت قبل قليل عن أنكم ترغبون من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الدول التي تدعم هذه الميليشيات. هل لك أن تقول للليبيين من هي هذه الدول التي تدعم الميليشيات؟ كل الليبيون يعرفون ما هذه الدول، الدول التي تنضوي تحت التيار الإسلامي معروفة لدى الليبيين، سواء كانت دول عربية أو دول إسلامية معروفة. قطر من هذه الدول؟ على سبيل المثال، الدول ليست لدينا، حتى نكون صادقين، ليست لدينا أدلة قاطعة على هذه الدول، و
وليس لدينا أدلة تثبت تورطهم، ولكن المؤشرات تدل على أن هناك دعم من هذه الدول، لا أسمي دولة بعينها، ولكن في مؤشرات قوية لدى الشعب الليبي، ولدينا أيضا أن هناك دعم يأتي لهذه الدول عن طريق البحر، عن طريق دول عربية أخرى، وعن طريق دول إسلامية أخرى، ومعلوم لدى الشارع الليبي والمجتمع الدولي كامل هذه الدول معروفة. إن لم يتم التدخل مع هذه الدول للحد من هذا الدعم للميليشيات وبقية الميليشيات على تقدمها أو على هذا المنوال من القتال الأهلي الذي عمليا يدمر ليبيا، هل يمكن أن يصل موقفكم إلى حد الطلب الواضح والصريح من الولايات المتحدة أو غيرها أو من حلف الناتو أن تضرب هذه الميليشيات على الأراضي الليبية؟ احنا كل ما نطلبه هو ان يكون هناك دعم وانخراط في الشأن الليبي، سواء كان من الدول الاتحاد الافريقي على سبيل المثال او جامعة الدول العربية، وان تدعو هذه الدول الى حوار وطني شامل يلم جميع الليبيين من كافة التيارات الموجودة في ليبيا، والمشاركة بدون استقصاء لاحد حتى يتم الجلوس والحوار لحل المشكلة الليبية. وعندنا دليل على ذلك، الدول العربية كم خاضت لبنان من الحرب ولم يتم حسم ذلك بالسلاح إلا بعد اجتماع الطائف اللي حط نقطة مفصلية في تاريخ لبنان. وكذلك لدينا يعني الكثير أن قوة السلاح لا تحسم الصراع. هل تدعو الآن بشكل واضح إلى اجتماع طائف ليبي على غرار الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية؟ ندعو بكل قوة إلى اجتماع شامل للحوار الليبي لكافة التيارات للجلوس والتحاور، وإحنا دعونا البرلمان الليبي الآن على أن يشكل حكومة أزمة ويعفي هذه الحكومة من المسؤولية ويختار قيادات جديدة للمرحلة القادمة. ودور الحكومة الحالية هي قامت بما لديها وأوصلت الشعب الليبي إلى البرلمان الجديد، وعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته وأن يشكل حكومة أزمة للمرحلة القادمة. الحوار الذي تدعو إليه الحوار الشامل، هل تريده داخل ليبيا أم خارجها على نمط، يعني تحدثنا عن الطائف، يعني هناك نموذجين أمامك، نموذج الطائف ولبنان ونموذج الحوار اليمني الذي انعقد داخل اليمن. نتيجة لعدم الثقة المتبادلة بين الأطراف والقبائل والموجودين والأطراف المتصارعة في ليبيا، يجب أن يكون هناك طرف ثالث ليس لديه أي مصلحة فيما يحدث في ليبيا يكون هو الذي يتبنى الحوار، والحوار يكون في ليبيا تحت منظمة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، المندوبين الدائمين أو المبعوثين للاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، حيكون له تأثير إيجابي في حل المشكلة الليبية. هل قلت قبل قليل حوار لا يقصي أحد، لا إقصاء لأحد، هل يعني يشمل الميليشيات التي تتناحر الآن؟ نعم، ندعو الجميع بما فيها طبعا الميليشيات التي تتناحر هي التي لديها القوة، يجب أن تجلس على طاولة الحوار لكي تقول ما لديها، ويتم التوصل إلى اتفاق وخروج جميع التشكيلات المسلحة وتسليم هذه المطارات والمنافذ البحرية والجوية للسلطة بما لديها من قوة تستطيع أن تأمن هذه المطارات والمنافذ، ويختفي الجميع ويسلم الجميع السلاح ويصبح السلاح تحت مؤسستي الجيش والشرطة، إذا أردنا أن نبني دولة ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي بالسلطة. لكن عمليا يبدو أن مؤسسات الدولة الآن وكأنها يعني تساوي بين الذين يقاتلون العملية السياسية والذين يحاربونها، بمعنى ما حصل في بنغازي أمس والحديث عن أن الميليشيات سيطرت على كثير من السلاح والذخائر والمقرات الأمنية، البرلمان يدعو إلى وقف النار وكأنه يساوي ما بين الجيش الذي يحارب الميليشيات وبين الميليشيات التي تريد إسقاط العملية. البرلمان لما دعا إلى وقف إطلاق النار يعني إسقاط النار في طرابلس، لأن قوتين متقاتلتين في طرابلس هي اللي يعنيها بالدرجة الأولى، بينما في بنغازي الأمر يختلف الأمر. لذلك أسألك، أنصار الشريعة هم اللي قاتلوا في الدولة، وبالتالي أنصار الشريعة لا يمثلون الدولة ويجب مقاتلتهم وإخراجهم من المشهد بالكامل، لأنهم هم رأس الحية اللي خلقت هذه الفتنة في مدينة بنغازي. إذا الدعوة لوقف النار تتعلق بطرابلس ولا تؤيدها في بنغازي بهذا المعنى؟ لا، بالمعنى أن خروجهم يعني إيقاف إطلاق النار من قبل الجيش ومن قبل المواطنين
ضد أنصار الشريعة إذا كانوا يرغبون في الخروج لا بأس به، أما إذا لا يرغبون في الخروج فمقاتلتهم واجبة لأنه يصبح دفاع عن النفس يعني. هل كل الذين يقاتلون في ليبيا هم ليبيون؟ وأنصار الشريعة أيضا احنا يجب علينا أن نفرق ما بين المجموعات الثورية اللي تقاتل في ليبيا، قد تكون هناك طائفتين، طائفة المعتدلة والتي تقبل الحوار بدون باستثناء أنصار الشريعة ممكن الجلوس والحوار معها، حتى المجموعات الموجودة في بنغازي من التوار الشرفاء اللي ساهموا في ثورة 17 فبراير الدولة مستعدة للجلوس والحوار معهم، لكن أنصار الشريعة هؤلاء لا يجب أن يكون هناك حوار معهم على الإطلاق لأنهم هم ليسوا مستعدين للحوار. البعض يتحدث عن إمكانية أن تقوم طائرات أمريكية من دون طيار بضرب مواقع للقاعدة ومؤيدي القاعدة من دون الإعلان عن ذلك بتغطية من الحكومة الليبية، هل هذا وارد؟ لا، على سبيل المثال لم يطرح هذا الموضوع على الإطلاق يعني. لم تناقشوا هذا الموضوع؟ لم نناقشه بكل تأكيد يعني، بكل أمانة لم نناقش هذا الموضوع ولم يطرح. كل ما طرحناه هو الدعم، إذا احنا قدمنا أي مبادرة لمجلس الأمن أو للاتحاد الأفريقي طلبنا دعم مساندة أمريكية لهذه المطالب المشروعة واللي نراها فيها تحقيق لمصالح مصلحة ليبيا. مصر وموضوع احتمال تدخلها، هل توضحت الأمور أن مصر لن تتدخل عسكريا؟ هذا شيء مستبعد، وإحنا كنا على تواصل سواء كان مع السيد الرئيس السيسي ولا مع رئيس الحكومة. مصر كل ما يعنيها هو أمن حدودها، ومن حقها أن تكون قلقة على أمن حدودها، ولكن لا يمكن أن تتدخل مصر في الشأن الليبي ما لم يطلب ذلك منها من قبل السلطات الليبية. هل يصل الأمر إلى مرحلة قد تطلبون ذلك؟ نترك الأمر للأحداث يعني، إذا وصلت الأحداث إلى مرحلة انهيار الدولة قد يكون الأمر يختلف، الموازين في تلك الوقت تقدير الموقف حيكون يختلف. ولكن لا نتوقع أن الشعب الليبي حيوصل يعني يصل به الأمر إلى أن يدمر يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا لا أتوقع. هناك عقلاء وهناك شرفاء سيتداركون هذا الأمر وستتدخلون في حل هذه المشاكل. سؤال أخير، حضرتك رئيس وزراء ليبيا، هل ستكون رئيسا لحكومة الأزمة التي طلبتم تشكيلها؟ أتمنى أن لا أكون في أي موقع مسؤولية في المرحلة القادمة. لماذا؟ يعني هل البعض قد يتهمك بالهرب من المسؤولية أو أنك تريد أن تفسح المجال لآخرين؟ بالعكس، احنا نعطي المجال لآخرين، الناس الذين يتطاولون ويتحدثون أن هناك قصور من الحكومة فليأتوا وليصنعوا المعجزات، نتركوا لهم الفرصة فيكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، وإحنا تحملناها قرابة 7 أشهر، فليأتي غيرنا ويكمل المسيرة. رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الله الثني، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، شكرا لكم مشاهدينا للمتابعة، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.